صباح الخير. يا صباح الخير والجمال والانبساط والحاجات الحلوة الجميلة. يا صباح الفل على كل المصريين. صباح المحبة، الكلمة الحلوة، الخير اللي مالي مصر ومالي نفوس كل مصري ومصرية. ساعات ممكن يبقى مستخبي كده، يعني في شوية حاجات مغلوش عليه حبتين زي ما بنقول، لكن هو موجود جوانا وموجود في حياتنا وموجود في بلدنا بإذن الله، بإذن الله لحد يوم الدين. يا رب نبتدي يا رب يوم مع بعض كده جميل مليان بالحب والأمل والتفاؤل زي ما بنقول. نبتدي نهار جديد، اجعل نهارنا نادي. هكون معاكم أنا النهاردة في نهار جديد، أسماء مصطفى، ومعايا زميلي خالد علي. صباح الفل يا خالد. صباح الفل يا أسماء، صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا على النهار وان والنهار اليوم. صباحكم جديد دايما كده، بتكونوا موجودين معانا من دلوقتي لحد الساعة 11 علشان خاطر نصحصح نفوق نتكلم في مواضيع كتيرة جدا. مهم جدا التواصل بتاعكم على هاشتاج نهار جديد على تويتر، كمان الفان بيج بتاعتنا الكبيرة اللي عليها أكتر من 8 مليون النهار الأساسية، كمان نهار جديد بالعربي بالفرانكو عرب. بنبقى مبسوطين جدا بكل تليفوناتكم الصبح، حتى في ناس بتبقى متصلة مش عايز تتكلم في موضوع معين قد ما هي حابة تتصل عشان تصبح علينا. فصباحكم زي الفل. صباح الفل. النهاردة بقى أنا هكون عنصرية معاك كالعادة. كالعادة أنا متعود. مش مهم يعني. أنت مضطر يعني. بس على فكرة ما عندكش اختيارات. أوكي، فأنا هكون النهاردة عنصرية. لا بس هقدر أرد. طبعا ليك حق الرد. حق الرد يعني مكفول للجميع. أوكي. احنا متفقين. النهاردة بقى هنتكلم عن الست المصرية المدبرة اللي هي معجزة ماشية على الأرض، اللي هي الست الشطرة اللي دايما كان المثل عندنا بيقول إيه؟ بتغزل برجل حمار. بالظبط، تقدر تعمل أي حاجة. يعني طول عمرها بتبهرنا بأفكارها في كل المجالات. تعرف توفر في بيتها، أسرتها، تشتغل وتربي الولاد، وكمان تخلي فيه رفاهية في الأسرة رغم ضعف الإمكانيات. يعني في كل حاجة ما شاء الله، الله ينور. يعني هي بصراحة تستحق لقب وزيرة مالية بيتها، وده اللقب اللي هي خدته عن جدارة عن استحقاق، خصوصا بقى انها ايه، بتراعي بيتها زي ما قلنا، بتراعي ولادها، نفسها، توفر لجوزها، للعيال. مش كل الستات برضو، بصوا خدي بالك، يعني اتكلمنا عن الموضوع ده من فترة، ومش بصوا كل الستات. الغالبية العظمى، الغالبية العظمى. اوكي، وده بيبان ايه بقى؟ ان الست نصحة تدور على السعر المناسب فين وتروح له. لا لا لا، انت فاهم الموضوع ده غلط. لا انا فاهم الموضوع ده. الفصال عند الست مش ان هي بتدبر الفلوس، هي الفصال عند الست هو هواية، ان هي تطلع عين ام الراجل اللي بتشتري منه. انا مش هرد عليك يا خالد، انا هسيب الناس كلها ترد عليك. اولا على فكرة موضوع الفصال ده ما تقدرش تجزم انه جاي من الست. لا طبعا، الست اشطر في الفصال، معروف. اشطر في الفصال. لكن مش احنا اللي اخترعنا الفصال. ما هو ما فيش حد اخترعه، بس هي شاطره. يعني الست هتعرف. ايوه شفت بقى، هي اللي بتعرف تاخد وتدي. شفت انت اللي قلت انها الست شاطره. طبعا شاطره. طيب ماشي، وانا دلوقتي لما اروح لواحد بياع والاقي عندي امكانيه للفصال، والاقي نفسي ممكن الحاجه ام 10 جنيه اخدها ب 7 جنيه، يبقى ايه بقى؟ ايوه بس في حاجات هي سعرها 10 جنيه يعني. ايوه ماشي، ما هو ماشي، دي حاجات سعرها 10 جنيه لما بلاقيها سعرها 10 جنيه. لكن انا مثلا هضرب لك مثال صغير قوي. يعني ممكن الراجل الفكاهين اللي تحت البيت، ماشي، انا كان في خناقه بيني وبين صحابي على الموضوع ده. اوكي، اما واحنا كنا بنتكلم عن غلاء الاسعار، ماشي، فالراجل الفكاهين اللي تحت البيت غلى السعر، بيبيع بسعر. الراجل اللي في السوق بيبيع بسعر تاني، ماشي. فانا المفروض كست شاطره اعمل ايه؟ تروح للراجل اللي في السوق الارخص. اللي ارخص، صح؟ مظبوط. ممكن اروح للراجل اللي في السوق اساله مثلا كيلو الليمون بكام بعد ما نزل. وطبعا دلوقتي ما حدش بيقول ان الليمون رخص عن الشهر اللي فات، احنا بنقول كيلو الليمون بقى بخمسة جنيه، في واحد تاني بيبيعه بستة جنيه. او ما انا اقول له ايه، ما انا خدته وانا على فكره عند الراجل اللي هناك بخمسة جنيه. ايوه، ما هو في ساعات ما بيبقاش ده حاصل. يعني مثلا يقول لها الليمون سعره الرسمي 5 جنيه. طيب. فهو الراجل يقول لها 4 جنيه، تقول له ليه ما كان بتلاتة؟ عادي، هي لازم تبقى نصحة. على فكرة عادي، ما انا ممكن اقول له ده كان بتلاتة واقول له انا همشي ومش هشتري، يقول لي طب تعالي خدي بتلاتة ونص. هي ماشي، ما يبقى انا كده وفرت نص جنيه. ماشي، ما دي النصحة والشطارة. طيب. عند الست. طيب. بس ساعات بتستخدم الفصال في اوقات، يعني مثلا داخلة تشتري من مول مثلا كبير. لا ده لا يا اخي، لا لا، ده المول ما فيهوش فصال. لا لا، في ناس لا، ممكن اطلب ديسكاونت خصم برضه. طب ما هي ايه، تدخل وتقول له انا عايزه لا، يقول لها مثلا ده حضرتك ب 10 جنيه 99، ليه مش كان بتسعة؟ مش والله، لو لقيت امكانيه ان انا اخده بتسعه ماخده بتسعه. ايوه بس في حاجات ما فيهاش. يا سيدي افرض انه كان فيها، الله، ما هو مش في جنيه توفر. اه طب ما هي بتسعه 99 قرش، في قرش على قرش على قرش
لا لا فكك ده بس حاجه. لا 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 لا, لا بس اسمعي، انا دلوقتي لو انا لقيت امكانيه حتى في اي مكان في الدنيا بالمناسبه، فانت مثلا يعني الاسواق اللي هي بتتعمل، عايزه اقول لك عليها، يعني الناس اللي سافرت بره وانت سافرت اللي هي بتتعمل اللي هي النايت ماركت او الاوت ماركت، اللي هم بيسموه السوق القديم دايما، السوق القديم اللي بيتعمل يوم الاجازات في العطلات زي سوق الحد عندنا والجمعه وكده، وده موجود على فكره في كل دول اوروبا وفي ارقى الاماكن. مظبوط، في فصال. اه طبعا ده في فصال. لا بصي، لو بتتكلمي على الفصال بره مصر، ايوه الفصال فصال في الصين وتايلاند، ايوه، ويعني دول اشهر بلدين فيهم فصال، عشان دول اللي بيبيعوا سلعه ممكن عندهم صناعه بتاعتهم، صناعه محليه وبيبيعوها، والفصال بيوصل على الجرح على الصناعه المحليه. ان شاء الله يبقى عندنا صناعه محليه قريبا. ماشي اوكي. وبيبقى عندهم الفصال بشع يعني، بس دي يعني اللي انت بتقول عليه كمان، دي المشاريع اللي خالد بيقول عليها الصناعه المحليه، دي مشاريع افراد ناس. دي فهو ناس قاعده في الشارع بتفرش فرشه، ناس قاعده، فدي خلاص ده هو حر. يعني انا ما بكلمكش على التسعيره، يعني ما دخلتش محل كبير، بس برضو عايزه اقول لك على حاجه، الراجل بيحب الست الشاطره اللي بتوفر له طبعا، واحنا دلوقتي في ظروف محتاجه الست الشاطره اللي تدور على الحاجه سعرها فين مناسب واروح اجيبها. على فكره انا شاطر في الفصال. يا سلام. ازاي؟ انا بدخل على البياع بس. أيوة. لازم الاول ابص، أيوة في عينه. الدخله لازم ابص في عينه افهم هو الراجل ده عنده نيه للفصال ولا هو هيمشيني ويسيبني، ولا ممكن يتحط يافطه ممنوع الفصال. لا ما هم دايما بيحطوا اليافطه دي، بس عادي جدا ولا يهمني. ايه طيب. ندخل بس على طول، يقول لي ب 1000 لازم اكسر عينه، لو ما كسرتش عينه فتمام، لو قلت له ب 100 وهو سابني ومشي قال لي ما عنديش بيع يبقى كده ده مستحيل يبيع، لو قلت له ب 100 قال لي لا لا قليل فكده يبقى الراجل ده عنده نيه للمناقشه، عنده استعداد. فاروح مكمل بقى دايس. فممكن ناخد ابو 1000 ده ناخده ب 500. انت عارف مثلا بعين الخضار زمان كنت بتشوف حاجه جميله قوي وانقرضت، بس انا انا فاكراها، ما اعرفش انت لحقتها ولا لا، ولا انا كنت من زمان قوي. قوليلي. كان في راجل اللي هو بيعدي بعجله ده بيبيع الخضار. ايوه عارفه طبعا، ده النهارده موجود في بعض المناطق الشعبيه، في بعض المناطق. دلوقتي انا ما بقتش بشوفه كتير. فكان الراجل ده مثلا بتجيب الحاجه من البلكونه، سعره لطيف جدا وكان راجل حلو. مزبوط. فتلاقيه تقول له مثلا كان وقتها بجنيه، لا ب 75 قرش، فيقول لك ماشي ده من البلكونه. اصلا يعني ده هوم ديليفري من البلكونه. لا ده واصل لك لحد البيت. أيوة ده انت. أيوة. نزلت السبب. فاكره انا الراجل ده، فاكره الراجل ده، اسمه واحد كان بيعدي علينا اصلا. مش فاكر اسمه. يعني عشت طفولتي الاولى في السيده زينب. فعصرت بقى الراجل اللي كان بيعدي ده بس، وكان بينده كده شبه النديه بتاع الروبابيكيا. إيه انا اللي انا فاكراه جدا عشان انا كنت بحب الفول الاخضر قوي، فول الحراتي عندنا. ده فكان بقى بيجي له موسم. ايوه فيبقى كتير وينده بقى وتعتين الشوك، فكان يبقى كتير قوي. فكان وتين الشوكي لما كنت بتنزلي السبت وتروحي جايبه شويه التين الشوكي. احنا كان عندنا سبت، ده السبت ده كان اهم حاجه في البيت. اوبا السبت ده كان اهم من واحلى حاجه لما كنت بتفصليه من فوق بكامل 10 يا عم شعبان. انا كنت يعني عشان في الفتره دي كنت اصغر شويه، فكنت بقى يعني ماما هي. طب انت فاكره بتاع الفول الحراتي كان بيقول؟ طبعا. ازاي؟ لا مش فاكره كان بيقول ايه. كان بيقول يعني، انت ممكن اسال الناس لو حد فاكر كانوا بيقولوا ايه. وهل احنا النهارده على فكره، هل احنا مفتقدين الناس دي؟ يعني هل احنا مفتقدين؟ لانهم اولا كانوا بيسعوا على اكل عيشهم، بايعين زي الفل، كانوا بيجيبوا خضار طازه من القرى، وكان بيبقى بجد احلى فول اخضر ممكن تاخده من على الراجل بتاع اللي يعني بالعجله. كان بيستخدم وسيله مواصلات اقتصاديه طبعا. عجله وما بتعطلش الدنيا. ساعات كان بيبقى فيه حمار وكرب. بس عايزه اقول لك على حاجه، انا كانت عجباني فكره العجله ليه؟ اولا كان بيقدر يدخل اي شارع حتى الشوارع الصغيره. ثانيا لا محتاج بنزين ولا زيت ولا اي حاجه ولا الكلام ده خالص. ثالثا كانت وسيله مواصلات سريعه بالنسبه له وخفيفه، وكنت الاقيه حاطط اللي هي الشوال الناحيه دي اللي هي القفه الناحيه دي والناحيه دي، وماشي بمنتهى التوازن على العجله، زي المنظر بتاع الراجل اللي بيشيل العيش. اللي هي القفه بتاعت دي لعلمك، ده منظر يعني وشكل وحاجه احترافيه جدا جدا مش هتلاقي في مصر. لو هنتكلم عن البياعين دي هتلاقي بياعين بقى اللي بيبيعوا، هنعمل لهم حلقه بيلف. نعمل حلقه يعني لو في حد عاصر دلوقتي حالا في المنطقه بتاعته في بياع بيبقى ماشي في الشارع بيبيع الحاجات اللي احنا قلنا عليها، افتكر كده معانا هو بيقول ايه، واحنا محتاجين البياعين دي مره تانية. بس هي المشكله في بعض الاحياء مش هتنفع، يعني في الاحياء الجديده شويه ليه هيبقى صعب ان هو بيلف ليه؟ طب ما دلوقتي في عربيات الشباب اللي هي الصغيره اللي معموله زي على موتوسيكل
لا 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 متنقله والمبردات الجديده وبتاع، وانا شايفه ان ده مشروع حلو قوي. اصل بص يا خالد، لو احنا هنتكلم على المشاريع عشان نرجع لموضوعنا الفصال، احنا ممكن نبني اقتصاد يعني كافراد بالمشاريع اللي هي الصغيره. بس خلينا لما نتكلم في الموضوع. طب انت فاكره انت فصلتي اخر مره كانت ايه؟ او ما بقاش اخر مره، اشطر مره اللي هو انت يعني. انا على طول شاطره على فكره. طب قولي لي كده مره. على فكره انا على طول شاطره والحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما بروحش للناس اللي بتبيع اسعار غاليه عشان الناس تقول يا سيدي انتوا عالم مرفه، انتوا فاهمين حاجه ولا فاهمين طبعا. امال يعني مش فاهمين يعني؟ وانا يعني عشان مثلا ممكن حتى لو الناس ربنا مديها شويه، معنى كده ان انا اروح اشتري من اماكن غاليه؟ بس لاني بنزل لحد دلوقتي احيانا مع مامتي كتير جدا السوق، لان مامتي لحد وقتنا هذا بتروح السوق، متمسكه بالسوق. لما بتروح السوبر ماركت عندها عدم قناعه. ايوه عندها قناعه، مش بقلل طبعا من السوبر، مش ايوه مش بقلل من السوبر ماركت، بس هي طبعا مقتنعه ان الملوخيه مش طازه، ان الباميه مش عارفه ايه اللي ايه. بصي السوق فلحد دلوقتي الميزه فيه ان هو بيبقى الحاجات فيه بتبقى في شعور كده متبادل ان هي اورجانيك، ان هي طبيعيه. لا وانا بحب الفلاحين الصبح بيبقوا جمال جايين الصبح كده وطالعين لسه من البلد كده وجايين الصبح كده على السوق ساعه الصبحيه دي، فتلاقي الاكل ايه. ولا السمك بقى لما بتجيبيه بقى من السوق والسمك بيبلبط كده لسه. اسكت صح بقى يا خالد، ولا طبق السلطه وهو لسه معمول بقى. أيوة بالخضار. طب حاضر يا علي، ناخد عمرو من جيزه، نفسي اتفتحت اعمل ايه. بس انت ما تجيش الفصال بس. هقول لك على الفصال. معانا عمرو. ازيك يا عمرو؟ صباح الفل. عمرو بيسمع التلفزيون. يا عمرو. يا عمرو. ايوه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمرو؟ صباح الفل استاذ خالد. صباح الفل عليك. اتفضل بقى قول لي انت اخر مره فصلت فيها امتى، ولو فاكر اي جمله كان بيقولها البياعين في الشارع. انا كنت فاكر ايه؟ بص انا هقول لك على حاجه الاول، اقفل صوت التلفزيون هتسمعنا كويس واحنا نسمعك كويس. ماشي. قفلته؟ قفلت حضرتك. 100 100. بقول لك قول لي انت المره اللي انت فاكرها ان انت فصلت فيها وكنت كسبان، يعني طالع كسبان، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو بياعين بيلفوا في الشارع انت فاكر الشعارات اللي بيقعدوا يقولوها؟ يعني عادي، يعني بياعين بيقولوا كلام يعني عادي. طب قول لي يا عمرو، انت بتشوف ان الستات يعني هم الفصال ده في طبعهم، ولا هي الست عشان بفضل يعني بفضل قوي قوي يعني في قوي قوي قوي؟ طب ما هي بتوفر شطار. والله الحمد لله ان احنا شطار، على الاقل بنوفر بدل ما نبقى مسرفين ومبذرين وبنشتكي ورجالتنا بيدفعوا فلوس كتير على الفاضي وعلى المليان. الستات 10 على 10. الله يخليك يا عمرو، ربنا يكرمك. شكرا. صباح الفل عليك يا عمرو. صباح الفل. طب دلوقتي رضوى بتقول لك وانت اخر مره فصلت امتى؟ رد قبل ما انا اخر مره. لا انا بفصل على طول، يعني انا على طول. انا اي امكانيه بقى، بص انا مش فاكره، انا اي مجال مفتوح للفصال لو لقيته فيه فصال، وساعات مثلا ممكن انزل مكان ابقى انا ما عنديش طوله بال، اقول له بص انا مش هقعد افصل معاك كتير، جيب من الاخر. لا ما هو جيب من الاخر دي برده ما بيقولكيش الاخر. لا ما انا عارفه انه مش هيقول الاخر. بس انا بلاقيه جاب حته قبل الاخر، فاروح انا حط الرقم بعديها اللي انا. لا المشكله كمان ان انا دلوقتي بقيت الشكل معروف، فهو اول ما بيشوفني بيتوقع ان انا معايا الفلوس مش عارف اوديها فين بقى، فبنشيلها مع بعض. طب وفرت فيها مبلغ كبير. انا وفرت يا رجل مره مبلغ بس كبير. لا بس انا نصح بقى. طب انا مره بقى كنت انا وعلى فكره انا هقول بقى هقول كنت انا وزميلنا استاذ محمد دسوقي رشدي اسر الكلام كنا في الصين، وبعدين كانت ازمتنا بقى اللعب. محمد عنده ولاد وانا عندي ولاد، فدخلنا عشان نجيب، فكان انت عارف الليجو ده اول ما طلع كان بمبالغ طبعا ماليه. هم عندهم متقلد متقلد الصيني، ما هم عملوا كل حاجه تقليد الحقيقه. ما علينا. المهم قلنا بقى خلاص نجيب، احنا عايزين بقى ايه 3 صناديق كبيره. ما هو محمد هيجيب لابنه وانا هجيب لاولادي الاثنين الليجو ده. فدخلنا على الراجل قلنا طب لو احنا خدنا 3 ده، فكان الحقيقه ايه بقى كان فيها وفره جامده جدا. طبعا طبعا. فانا طبعا فصلت في الاثنين الاولانيين اللي انا خدتهم. لما رحت مهام فقال لي ايه ده، طب ده حلو، طب ما انا عايز اجيب لابني. قلت له طب تيجي نرجع للراجل نقول له ان احنا هناخد واحده ثانيه، فننزل في ثمن الاثنين اللي احنا خدناهم ونستفيد بثمن واحده ثالثه. منك بقى كنت رحت خدت الجديده دي ببلاش. لا ما احنا ما عرفناش ناخدها ببلاش، بس انا فاكره ان احنا وفرنا فلوس كتير قوي. بعدين قيس على كده بقى طول ما احنا ماشيين بعد كده خلاص لقيناها انها اوبشن لطيف جدا. الفصول. يعني بدل ما ندخل نقول للراجل هناخد واحده،
نقول له هناخد ثلاثه، فبقينا نمشي نقول ايه ثلاثه، ما عايزين بقى نجيب برده حاجه للعيال يعني. صح. فايه اللي هيخلينا نصرف فلوس كتير؟ فبقينا خلاص معلش يا محمد انا كان لازم اقوم الموضوع ده. بس دي كانت الطف مره في صال، لان انت كمان بتتعامل مع نوعيه ثانيه من التجار. اه هم بيبقوا ماسكين آلة حاسبه، اه هم مش مصريين، اه يقعد يكتب لك الآلة الحاسبه كده يقول لك هو ده، انت تقولي له لا هو ده، فيقول لك لا هو ده هو ده، ما هو دي الآلة الحاسبة. شكلك جربت الموضوع ده. جربت طبعا. انت تقولي لي انا بقى كنت باخد الحاجه ببلاش على فكره، يعني انا كان في بعد ما اخلص شيره. انت خالد عليش بقى؟ لا خالص، انا هو حد عارفني. انا بعد ما اخلص شيره خالص، بعد ما اخلص شيره خالص، خلصنا خلاص، اقول له بقى انا دي هاخدها هديه فور فري. بعملها. اه اقول له دي خلاص، يقول لي لا ما ينفعش وبتاع، اقول له خلاص. بس انت عارف المولات دلوقتي هم عملوا الفصال مقدما، يعني اشتري اثنين تاخد الثالثه ببلاش. بس احيانا ده بقى بيغري ستات شويه، ناخد مروان طب عشان بقى كتير على التليفون طبيعي يعني بقى الفرشه ده. لا انا هقول لك برده في حته تانية عملوا حاجه لطيفه، تاخد مروان. مروان ازيك يا مروان؟ صباح الخير. صباح الفل، عامل ايه؟ ازيك يا مروان؟ ازيك يا مروان، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. قول لنا بقى، الست اشطر من الراجل في الفصال؟ او اولا الفصال ده يمكن يعني موروث اجتماعي عندي، يعني السيدات المصريات بالذات كده يا مروان بيجري في دمنا. وبيختلف حسب يعني الطبقات الاجتماعيه. لا على فكره اختلف يعني معاك يا إيه؟ مروان الفصال ملوش اي علاقه بالطبقه الاجتماعيه خالص. يعني لا انا نعرف حضرتك يعني الناس طبقات معينه، حضرتك بيتصلوا بالتليفون بيقولوا انا عايز صينيه جمبري، انا عايز صينيه سنجاري، وبعدين لما بيروح يعني حسابك كام 400 600 بيطلعهم كده على طول من غير ما يفاصل. لا 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 دي قصه تانية. بص اللي معاه فلوس كتير يعني بيشتري حاجه مثلا بملايين، يعني ممكن يكون مثلا راح يشتري فيلا ب 15 مليون جنيه تلاقيه بيفاصل في 500,000 جنيه. وفي حالات كتيره جدا اعرفها من ناس بتشتغل أيوة في المبيعات، بيبقى هو بيبيع لراجل وبيفاصل في عربيه يا خيل، ده بيفاصل في 10,000 جنيه وفي 5,000 جنيه وفي 1000 جنيه في حاجه ب 15 مليون جنيه. فلا الفصال موجود بس بدرجات بقى، يعني انت بتفاصل في 100، انا بفاصل في 1000، اسماء بتفاصل في 2 وهكذا، هي دي الطبقات. لكن اسماء بتفاصل في 2 دي يعني انا بحب. ايوه يا مروان، يعني هنعمل ايه يعني يا مروان؟ ما احنا لازم نفاصل ونوفر يعني، لازم نطلع. انا بنلاقي يعني بص من الحاجات اللي بتبقى مستفزه، انا عارف مثلا في السوق بنلاقي واحدة بتفاصل في ربطة البقدونس، يعني أيوة. ربطة البقدونس بجنيه تقول له مش بجنيه، ايوه بجنيه. تقول له ثلاثة ثلاثة هاخد ثلاثة بجنيه عادي يعني، ما بتروحش عند الجزار تفاصل ليه حضرتك؟ لا اسكت بقى، موضوع الجزار ده انا كنت لسه بقول لك يعني عاملة مشكلة يعني، على بيحت الليمون على بيحت الخضرة. لا ما هو لا الجزار ده بقى، اصل الجزار ده قصة تانية. هقول لك انا في صال الجزار يعني الجزار ده مروان عامل ايه، لانه الجزار ده ما حدش بيقرب من الجزار يفاصل معايا على طول، يعني اي حد يخاف يقرب من الجزار عشان في تسعيرة. لا عشان ممكن يتهور. لا لا مش هنخاف من الجزار، في بعض الحاجات ممكن السيدة تبقى شاطرة جدا فيها. على فكرة الستات في كل حاجة شطار يعني، بيبقى ليهم مزاج. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا مروان. الستات فعلا شاطرة في كل حاجة، دي أنا معاكي فيها. أيوه بس أنا عايزة أقول لك على حاجة، يعني أول امبارح شديت كده يعني أنا وحد، لو سامعني ببلاش يزعل مني، بس هاخد نجوى من حلوان وأقول لكم إيه اللي حصل. نجوى صباح الفل يا نجوى. صباح النور. صباح العسل، ازيك؟ عاملة إيه يا نجوى؟ أنا بس عايز أصبح عليكم وأقول لكم إن الحلقة النهاردة جميلة وبتتكلم عن موضوع حلو قوي، يعني أنا مبسوطة قوي بيها النهاردة الحلقة. بتفصلي يا نجوى؟ يعني مش كتير، أنا زي خالد كده أدخل المحل هشوف إيه يعني انطباع اللي واقف في المحل، لقيته عنده استعداد للفصال نكمل اكمل مفيش اسكت، ولو عجباني الحاجه باخدها وامشي وخلاص. لا اصل معلش يا نجوى، اللي عنده عند غيره فهو يتنطط علينا ليه؟ طب انت يا نجوى بتنزلي السوق ولا ما بتنزليش السوق؟ لا بنزل. طب الفرخه بكام في السوق دلوقتي يا نجوى؟ الكيلو بكام؟ لا بجيب انا والله ما بساله على الكيلو، انا بقول له يوزن مثلا الفرخه يقول لي ب 36 35. الله ينور عليكي، ربنا يكرمك يا رب يا نجوى. اصل انا اول ما حد قال لي اصل انا ببعت للراجل بيجيب لي الفرخه ب 40 جنيه وب 50 جنيه، فرخه ايه اللي ب 40 جنيه وب 50 جنيه؟ يعني انا جنبي الراجل هنا، ويعني اقول له عايزه فرخه وسط فرخه كبيره كده. ايوه يعني مثلا متوسط الكيلو 18 جنيه 19 جنيه. عشان بقول للناس كيلو الفراخ رخص مش مصدقني يا جماعه. طب بتجيبه من الراجل ليه؟ يقول لك انا لو حد من ستات البيوت يبعت يقول لي كيلو فراخ بكام والخضار بكام؟ ب 19. الليمون اخباره ايه يا نجوى؟ البياعين بيمروا عندنا لسه وبينادوا. في منطقه ايه يا نجوى؟ احنا في حلوان.
أجدع في المدينه. أجدع ناس. طب بقول لك يا نجوى عشان افيديني افادك، يعني عارف المنطقه اللي انت بتتكلمي فيها، الليمون الشهر اللي فات في رمضان كان ب 25 جنيه وب 30 جنيه وب 40 جنيه، 5 جنيه فعلا، وكان الراجل قدامي طيب الباب. اهو عايزين أهو. ايه تاني اهو بقى الليمون عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه بقى من هنا؟ في حاجات غاليه، ما هي الطماطم ايوه من عارف بقت ب 6 وب 7. ايوه من عارفه بقت ب 6 وب 7 جنيه، ده عشان بس انت عارفه احنا في الصيف، بس احنا المفروض نخزن. هتخزني طماطم يا نجوى؟ احنا ناكل ليمون، يعني ليمون رخيص ناكل ليمون بس، ايه المشكله؟ نتغدى ليمون، نتعشى ليمون، نفطر ليمون، يلا بينا. لا استني، طب انا مبسوطه قوي بيكم النهارده وبالحلقه دي. الله يخليك. المهم بقول لك يا نجوى، فصلي اتفرج عليكم والله. بصي يا نجوى، فصلي واشتري من البياع اللي يديكي سعر حلو بالنسبه لك. ساعات بتكسف فاصل، انا يعني مش عارفه، يعني في بياع لو لقيتيه بيفاصل فصلي، ايه المشكله؟ مش محمد سعد قال قبل كده اللي يتكسف من بنت عمه وما يجيبش منها اخبار؟ ايوه. عايزاكم تقدموا لي على داليا برضه، انا بحبها. وصل وصل. حاضر عينيا. صباح الفل يا نجوى. شكرا. صباح الفل عليك يا نجوى. حلو والله، والله حلو. الانفصال ده حاجه اختراع، والست دايما ايوه بيكون. اصلا انا عايزه اقول لك على حاجه، وانا يعني لو عندي امكانيه فاصل واخد بسعر اقل، هو انا قلت لك ان انا هغلس؟ خلاص انا دخلت مثلا لواحد لقيته قال لي لا مفيش فصال. لا بس في ستات غلسه في الفصال، وده التسعير مش بتبقى غلاسه يا خالد، احنا مثلا بتبقى عايزه توفر. لا 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 مش قصه توفير، صدق والله ما قصه توفير، ما هي قصه انتصار، يعني لازم ابقى انا خارجه منتصره، حاسه ان انا كسبت حتى لو قرش، والقرش ده ممكن ما يكونش فارق معاها تمام على فكرة خالص. بيفرق، ماشي بيفرق عند بعض الناس، انا بتكلم على الناس اللي ما بيبقاش فارق معاهم، بس هو حس ان هو طالع كسبان. انت عارف انا جبت ده بكام؟ كان قايل لي 50، انا جبته ب 25. انت عارف ان هم زمان كانوا بيشتروا البيض البلدي من البيوت؟ يعني لانه كان معظم الست طبعا اسعاره مختلفه، احنا طول عمرنا كان عندنا زمان الست منتجه. يعني انتاج بقى كل حاجه، يعني هي بتنتج كل حاجه في البيت. طبعا دلوقتي البيض والزبده ما بقاش بقى طبعا زي الاول. فكان مثلا البيض البلدي بالذات ده كان فيه نوع من انواع الفصال. اخد 4 بيضات، لا طب ما تخليهم 5، لا دي بتبيع الستة بالظبط. لا مش عارفه ايه. اللبن طبعا قبل ما يحصل التطور، انا حاسه ان التطور ده خانقنا في حاجات كتير قوي. هو في بقى حد بيجيب اللبن السايب ده؟ بجد؟ ده هيبقى جامد قوي، اللي هو فاكره لما كان بيقطع وتغليه يقطع. لا ما انت كنت بتغليه بقى، بعدين لما الدنيا تطورت كنا بنحط ازازه كده عامله زي البوله كده. لا ده بيقول لك كان بتبوظ اللبن. لا ما كانت بتغسل دي عشان ما تخلوش يفور. لا ده بيقول لك دي بتطلع مش عارف مواد لما ايه. لما كنا بناخد غلوتين وبعدين تطفيه وبعدين تسيبه لما يبرد وبعدين تحطه بقى بعدين الوش بقى تشيله. لا ولما عملوا البوتاجاز اللي هو الجديد قال لك عشان لما اللبن يفور البوتاجاز يقفل لوحده. فاكر ده كان اختراع البوتاجاز ده، قال لك ده صمام الامان. ايوه صمام الامان، هو صمام الامان. صمام الامان، فكان صمام الامان ده الاشهر حاجه ممكن تعمل لك مشكله في البيت لا قدر الله، ان كل الناس كانت بتغلي اللبن فتسيب اللبن يفور. بس دلوقتي طبعا بقى يعني بتحصل عندنا كتير يعني خلاص، بس ما زال اللبن بيفور. يعني دي كانت في اماكن كتير جدا موجود اللي هي بالمعنى الدارج، ودي على فكره كلمه عاديه كانت متداوله عندنا اللي هي الزريبه دي. ودي كانت تلاقيها الناس فيها بالليل بيبيعوا اللبن في في القص بتاع اللبن. وانا فاكره الراجل كان بيعدي برده زمان عندنا كان بعجله. ايوه ايوه مظبوط، اللبن ده انا فاكره كويس بعجله وموتوسيكل، بس هو دلوقتي ما بقاش موجود، بقى موجود في اماكن قليله قوي 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 اللي بيبيعها في المحل نفسه. ما هي بس عشان بس كان بيقول لك برده النقل ودرجات الحراره وممكن يوصل للناس يعني مش كويس يبوظ. طب ممكن نسال سوسن. خلينا سوسن، انا بحب الحاجات دي كلها. ناخد سوسن. سوسن يا سوسن. سوسن صباح الفل يا سوسن. نهار جديد. نهارك زي الفل ان شاء الله. عامله ايه؟ انا بتكلم على انفصال. انفصال انا لما بخش محل والاقي راجل مثلا مزاجه فاصل معاه ويقبل انفصال، بعرف ان هو هيخمني، بعرف ان انا هتغلى. ايوه لكن بحب الصراحه، بحب الكلمه الواحده. أيوة. اخش مكان يقول لي مثلا ده ب 10 ده ب 20 احب اشتري منه. بس بتفاصلي؟ نعم. بس انت كده بتفصلي يا سوسن صح؟ يعني لا انا مش بفاصل، انا مش بحب افاصل، انا بحب اللي يديني كلمه واحده. ما هو خدي بالك انت كده بتفترضي سوء النيه دايما، ان هو علشان هيقلل في السعر ولو مثلا 1%، فانت احساسك ان 1% ده ناتج لان المنتج مش قوي او المنتج بايظ او المنتج فيه حاجه. هي مش سوء نيه، لا هي صراحه. وبعدين انا ببقى عارفه المنتج بتاعي قد ايه. وببقى عارفه الاسعار قبل ما انزل. ايوه يعني ببقى مثلا عارفه، مثلا اروح مثلا بشتري مثلا حاجه بيقول لي مثلا دي ب 50 دي ب 60 ببقى عارفه. لكن لما مثلا اقول له 50 يقول لي اقول له مثلا 45 يقول لي ماشي، بزعل انا ومن الحته دي بحس ان انا ممكن اروح بره. السوق ولا السوبر ماركت يا سوسن؟ يعني
معظم الاماكن اللي بتنزليها اكتر في الاسواق بتاعتنا، ولا مثلا السوبر ماركت او المجمعات الاستهلاكيه؟ لا، هي الاسواق اكتر من السوبر ماركت. يعني السوبر ماركت بروح مره او مرتين في الشهر، لكن السوق كل يوم. بتحسي بقى بايه بقى وانت نازله السوق؟ وستات كان نفسي. شكرا يا سوسن. طيب بمناسبه الفصال، احنا معانا مشهد لام رتيبه لو تفتكروا، واحد كان من الافلام المصريه الجميله بطلط. ومشهد قوي جدا عن الفصال، خلينا نشوفه. نرجع مره تانية في النهارده. مرتيبة كانت مثال للست اللي كانت بتخلي البياع ممكن يبطل الشغلانة، وفي رجالة كتير جدا بطل افترة والله العظيم، في ولاد وبنات بيخافوا ينزلوا مع مامتهم، لان أيوه؟ ساعات مامتهم هما بيبقوا شايفين بيستحوا، يعني ان مامتهم بتضايق البياع، بس انت مش المفروض ان انت تتكسف من حاجة زي كده خالص. بس هي مش بتضايق البياع، هي مش قصدها تضايق البياع، هي عايزة تاخد احسن سعر واعلى جودة. مش ده يعني، مش ده على فكرة، ده حقها الطبيعي. يعني حق اي انسان في الدنيا ان انا اخد سعر حلو ايوه طبعا، بين البايع والشاري يفتح الله. بس خلاص، دي وانا ضربتك على ايدك بس كده. بس في ناس بتتكسف ان هي تبقى رايحه مع مامتها او رايحه مع باباها مثلا، بيحب يفاصل او يقول لك لا وانت ليه يا بابا شكلنا هيبقى وحش، ما اللي يقول لك عليه يدفع. لا، فاصل ده حقك، حق طالما المكان بيسمح بالفصال. لكن ما تبقاش انت داخل مثلا مول ولا محل وتقول له انا عايز افاصل، يعني ما تبقاش داخل مثلا محل من المحلات الكبيره البراند الكبيره وتروح قايل له انا، يقول لك مثلا دي سعرها 200 جنيه فتقول له لا ما انت مشيها 180. لا، ما هو مش بايديه، ده في كمبيوتر هو اللي بيبيع، فهيبقى صعب قوي الموضوع ده. فروح الاماكن اللي ليها علاقه بالفصال، خصوصا ان في مصريين كتير جدا بيسافروا بره مصر يفصلوا عادي جدا. احنا بنقف بنخلي، انا في واحد خليته نطق بالعربي قبل كده، اقسم بالله، واحد كان في تايلاند، زهقته من الفصال، قال لي حرام عليك حرام عليك. شفت؟ بس يعني انا عايز اقول لك على حاجه، تايلاند مثلا من الاماكن اللي ما ينفعش تمشي فيها من غير ما تفاصل، طبعا لان هو اصلا خلاص دي طبيعه المكان. عارف انه ناس كتير، تجار كتير جدا بيقولوا، وناس كتير جدا جايه من سفر وكده، فخلاص هو انا كان في جزم. ناخد الحاجه ليلى تفصل بينا تحل المشكله دي. ازيك حاجه ليلى؟ حاجه ليلى صباح الفل. صباح الفل عليكم. عامله ايه يا حاجه ليلى؟ ازيك يا خالد؟ ازيك يا سنسان؟ ازيك يا حبيبتي؟ اخبارك خير. ايه عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. النهارده الحلقه بتاعتكم جميله جدا. يا رب يخليكي يا حاجه ليلى، ربنا يخليكي، تسلمي لي. انت طبعا شاطره في الفصال يا حاجه ليلى، صح؟ والله يا خالد. لا لا، انا هقول لك بقى، انا بتحرج جدا ان انا افاصل لسبب. لما اروح انزل السوق، انا فعلا برضه زي اسماء ما قالت برضه كده والدتها، احنا الستات كبار بنحب الحاجات دي. وانا والله برضه. فطبعا انا بيصعب عليا الست بتبقى جايه من بعيد وشايله الحاجه ومتبهدله في المواصلات. بتحب يعني بتصعب عليا ان انا افاصل بقى واحس فيها يعني الحقيقه. الناس اللي هم اللي بيبيعوا الحاجات اللي في السوق. وبرده حتى لما بركب تاكسي برده بحس ان انا برده بتحرك برده. ليه برده التاكسي رايح جاي؟ يعني برده يعني فؤاد يبقى فاضي لف. لذلك ان هو اقول له عايز كام يقول لي الجديد. ايوه بس ما يكونش مستغل يعني يا حاجه ليلى، يعني ما يستغلش. ما انا هقول لك يا حبيبي، انا لما بلاقي الحاجه زايده قوي ممكن اديله يعني، بس انا في اوقات مثلا قول لي 10 اديله 15. ليه؟ بيصعب عليا برضو يعني. طب والله ده جميل، بس ده بس انت بتعملي كده يا حاجه ليلى برغبتك بمزاجك. انت عايزه تعملي ده؟ لكن انا بتكلم مثلا لو انت نزلتي السوق فلقيتي ده بيبيع مثلا الطماطم بسعر وده بسعر وده بسعر، مش هتفصلي وتقولي له مثلا ده انا شفتها عند الراجل اللي قبلك ب 4 جنيه ليه هنا ب 5 جنيه؟ هو بقى قال لك اصل دي حلوه، دي من على الوش، مش عارفه ايه كده يعني. انا هجيب الحلوه اللي هي تعجبني وخلاص. الحاجه ليلى واضح ان هي ما بتفرقش معاها. هي بتدخل يعني ده موجود وده موجود. ممكن يعني ممكن يا اسماء بس اوجه ان ده من البرنامج بتاعكم. يا سلام، ده احنا عانينا يا حبيبتي، ربنا يخليك. اتفضلي. انا بس عايزه اتوجه يعني للرئيس السيسي، انا بعزه جدا، ربنا يحميه، انا بدعي له قبل ولادي وبقول له بس يا سياده الرئيس انتبه للناس اللي بتروح تتركن في السفارات دي، سفاره بريطانيا وسفير بريطانيا اللي بتنطط هنا وهنا، احنا ما بنسمحش لسفارتنا هناك تعمل كده، وبرده بتاع امريكا ده اللي عمال يتنطط، والنشطاء واللي يعني لازم يحدوا من الموضوع ده. الواحد طب انت عايزاهم يعملوا ايه يا حاجه ليلى؟ طيب لا، دلوقتي السفير يقوم بمصلحته وهو في مكانه، ما يخربش في البلد اللي هو قاعد فيها. يقعد يلم شويه النشطاء اللي بيقولوا عليهم التجاره اليومين دول كده، ويقعدوا يعملوا ويخططوا لنا حاجات. لا، احنا بلد مش شويه.
طبعا مش شويه احنا بلد مش شويه، محدش يقدر يقول هو اي اي حد موجود في البلد او بشكرك يا حاجه ليلى في سفاره هو ضيف على عيننا وعلى راسنا من فوق، بيأدي عمله وبيأدي شغله زي ما احنا متواجدين. لكن اكيد برضو يا حاجه ليلى يعني بغض النظر عن اي حد، احنا مش هنسمح ان اي حد يتدخل بالظبط، وما تلاقيش اي حد بيحاول يتدخل بشكل اكيد غير الدوله شرعي مش هتسكت في اي حاجه ليها علاقه بسياسه الدوله، فما تلاقيش احنا ما بنتحشرش في حياه حد، ما احنا سايبين العالم كله عايش براحته زي ما هو عايز. تركيا انقلبوا ما انقلبوش ما احنا سايبينهم، عمال يدبح ويعدم ويعتقل ويقفل، ما حدش جه جنبك، ما حدش جه يكلمك، مالكش دعوه بينا بقى. صح صح اه كده. احكي لك على موضوع الجزم. ارجو. انا دخلت على بياع قال لي الجزمه ب 400 بط. 400 بط دي 400 بط يعني انا هقول لك انا سنة جنيه كان يعمل له 80 جنيه 80 يعني جنيه مصري حاجه زي كده. ال 100 بط كانت ب 20 جنيه مصري. فانا كانت جزمه انا بلبسها لغايه النهارده، جزم كده مفتوحه كده وهواء ويعني جامده جدا. تمام. فالمهم قلت له اوكي انا هاخد دي، انا على اساس ان انا هاخد واحده، فقلت له انا هاخد دي. بعد كده رحت طلعت فتله لان هم هاند ميد كلهم، فالفتله في فتله طالعه كده، فقلت له لا دي فيها فتله دي بايظه ما تنفعش في عيب. فقال لي خلاص هنزلها لك، اخديها لك ب 200. هو من نفسه قال لي ب 200، فانا حسيت ان هو من عنده المجال. 400 بط ال 200. طب ما هو ده اجبرك بقى على الفصول. انا هاخد اربعه. قلت له هاخد اربعه، بلاش اربعه دي نزلها. ماشي. خدت الاربعه بكام بقى؟ خدت الاربعه بكام؟ خدت الاربعه ب 400. يعني خدت الاربعه. طب ما انت ناصح اهو. لا ده انا ناصح قوي. طب ما انت يعني ما شاء الله عليك والله النهارده بلبس الجزم دي جامدين جدا. لا اخدت انا اخدت الاربعه الاثنين والاثنين ب 400. يعني في شطاره يعني 300%. صح يا رضوى برافو عليك، انت كده وفرت 300%. طبعا، وده فصال مقبول يعني الناس اللي بتسافر فار ايست والحتت اللي هناك، فده فصال مقبول. في مثلا عليك مناطق واسواق كتيره جدا عندنا هنا في مصر الفصال فيها مقبول، يعني في مثلا عندنا السوق بتاع السيده زينب مثلا، السوق اللي هو كان ب 2.5 وتعالى بص. على فكره ما زال دلوقتي ما بقاش ب 2.5. لا 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 لا، على فكره في محلات شهيره جدا في مولات كبيره جدا ب 2.5 وتعالى بص، ما فيش تعالى بص، هي ب 2.5. ده اللي هو كله ب 2.5، كله ب 2.5. وعلى فكره مثلا في الحمام مثلا في اسكندريه اللي طريقه طريق الساحل هلاقي كل المحلات هناك 2.5 جنيه ونص 2.5 جنيه ونص. لا ما زالت موجوده، ما زال جنيه ونص 2.5. بس انا قبل كده شفت في مول لقيتها كله ب 15.5 بدل ب 2.5. اني 15.5 كان مول من المولات الكبيره، محل اللي هو اللي كان المفروض شبه المحلات اللي هو كله ب 2.5 ده. وكان كاتب بره كله ب 15.5. ليه بقى؟ الاسعار زادت بقى. هو عيب هقول لك الاسعار زادت منين برضو، نفس الازمه. اما كنت تدخل للمحلات دي كنت يعني على الاقل تلاقي حاجه فيها صنع في مصر، فكانت حاجه بتشيل حاجه. دلوقتي كله صيني، يعني اللي مجنني دلوقتي وبرضو لازم نتكلم في الموضوع ده، احنا داخلين على المدارس، الناس عارفه من بدري ان احنا عندنا مدارس، عندنا طلاب قد كده، اللي ما فيه واحد فكر يفتح مصنع قلام الوان ولا قلام رصاص. بس ما عندناش فعلا ولا قلام جاف، كلها صنعه في الصين. ما عندناش ولا مصنع محلي يا سيدي. ما انا عندي واطفال في مدارس. لا بس ثانيه واحده، ما يمكن موجود بس مش متوفر مثلا. ما يا سيدي انا اللي بشوفه واللي بقى منتشر في المكتبات دلوقتي، انا ما اعرفش، انا بنزل كل المكتبات على كل المستويات تمام، وحتى اللي موجود في الاماكن المشهوره اللي بتبيع. احنا داخلين على موسم المدارس، اللي واحد بس ما فكرش في مشروع، يعني الناس اللي عماله تاني تتكلم على المستثمرين اللي بره يا خالد، يجي المستثمر ما ينورنا، ده احنا عايزين 500 مستثمر من جوه البلد يكفي احتياجات الشعب ده، بدل ما احنا عمالين نعيط على ال بس احنا بنعمل كراريس. صح، بنعمل كراريس. بنعمل انا شفت كراريس صبح في مصر. ما هو زمان كان في كراريس برضو كتير جدا، بس يعني مشروعات دلوقتي خلاص بقى. طيب خلاص بدل ما ندخل في مواضيع كتيره بعيدا عن الفصال، خلينا نشوف كده لما سالنا الناس عن الفصال في الشارع قالوا ايه، ونرجع مره تانية في النهار الجديد. ليه الست المصريه مشهوره بالفصال؟ الست المصريه هي المسؤوله عن البيت، الراجل بيبقى مثلا في الشغل وبيديها، هي بتتصرف في البيت، فشيء طبيعي ان بتبقى عامله ميزانيه معينه، فبتنزل السوق او بتنزل المكان عشان تشتري، لازم هي تفاصل عشان تحاول توفر في الحاجه، لان دي الحاجه اساسا نازله غاليه وهي اساسا امكانياتها بتبقى ضعيفه،
وطبعا لازم غصب عنها بتفاصل. الست المصريه مشهوره بالفصال لان هي يعتبر هي اللي ماسكه الميزانيه بتاعه البيت، توفر مثلا من هنا نص جنيه، من هنا جنيه، من هنا جنيه ونص، تمام، فبتزود بيه حاجه تانية. من طيبتها بحسن نيتها بتحب تفاصل يعني، وهي بتحب تشتري كتير، فمتقلقان انها هتضحك ان الحاجه دي غاليه. اكتر حاجه تفاصل فيها لما تنزل تشتري القماش، لبس العيال، الحاجات دي، لكن لا تفاصل في قوطه ولا خضار ولا لحمه ولا الاطراخ ولا اي حاجه. هي عامه بتفاصل في الخضار على طول، تبص تلاقي مثلا تنزل السوق تسال البطاطس هنا بكام وهنا بكام وهنا بكام، وتاخد اقل سعر برضو عاوزه تفاصل فيه، اللي هو الخضار اللي هي اهم حاجه حاجه البيت اللي هي الخضار. الخضار، الخضار دي اكتر حاجه طبعا. الملابس، الملابس ساعات اسعارها بتبقى اوفر عاليه، وست مصريه ناصحه قوي في شراء وتحب تشيل ملابس يعني كتير يعني. هو الخضار، ما فيش اي حاجه فصل غير الخضار، لكن اللبس اساسا بيبقى محطوط عليه السعر بتاعه. هنفصل في اللبس، هنفصل في الخضار، بتفصل في كل حاجه. حتى لو اللحمه مثلا ب 80 جنيه لازم تاخد فوق من اللحمه ماسوره تعمل منها شويه شوربه. احساس الانتصار ده مهم جدا، ان احنا ننتصر يعني. هو الفصال هو في الاخر هو شعور نفسي اكتر من ان انت هتكسب فلوس وتوفر فلوس كل الكلام ده كله، بس هو شعور نفسي يعني. انت كده لو جيت طبقته على كل الناس اللي حواليك، فكره ان هو وفر جنيه في حاجه هو احساسه نفسيا ان هو انتصر. طب بص، لو احنا قلنا ان كل حاجه بقت في السوق، المنتجات كلها اللي موجوده اتسعرت بشكل رسمي، وبقى في رقابه، وبقى في جهاز حمايه مستهلك بجد، الناس مش هتبقى قلقانه ان السعر ده ممكن يبقى هو الحقيقي او مش الحقيقي. صح. فهتشتري على طول، ولو ان ده زي ما قلنا في كل الاماكن اللي فيها اسواق حره في العالم كله فيها فصال. طالما بتعتمد على الصناعات اليدويه، فانا طبيعي ان انا عملت المنتج انا كلفته 3 جنيه بس انا عايز اكسب فيه جنيه. في اسماء ممكن تبقى عايزه تكسب فيه جنيه ونص، ممكن يبقى حد تاني عايز يكسب فيه 75 قرش يعني، وهكذا. ناس كتير بعتت لنا على فكره على الفيسبوك وعلى تويتر الاراء، قال ان الست المصريه اشطر. طبعا اكيد اشطر، ناصحه، اكيد ناصحه، مظبوط، بتحب توفر لبيتها، اكيد بتحب توفر لبيتها، بتحب الفصال. لو قالت لك، لو قلت لها حاجه ببلاش هتقول لك ببلاش الا ربع، ماشي صاحبكم، ماشي ببلاش الا ربع، هي يمكن محتاجه الربع. واحد تاني بعت قال لك هي بتروح عند الجزار تقول له اديني كيلو لحمه ومعاه ماسورتين اعمل عليهم شوربه. طب ما هي نصحه برضه. ايوه، الفكره ان هي تطلع منه باي حاجه، ما هي نصحه، انا اطلع من البياع باي حاجه. لا زياده، يعني مثلا عايز اقول لك على حاجه، هي راحت جابت كيلو لحمه خلاص، فقالت للجزار، المواسيب دي ساعات الجزار بيقطعها، وفي ستات بتجيبها عشان تستعمل النخاع للشعر وحاجات كتير قوي والكلام ده. خلاص قالت له اديني ماسورتين، خدتهم عشان تاني يوم هتسلقهم ولا تالت يوم تعمل عليهم شوربه، تعمل بقى حله محشي. طب ما دي نصحه يا جماعه، انت زعلان ليه؟ ماشي، الجزار اداها بمزاجه ولا هي اللي خدتها غصب واقتدار؟ ها، لا، خدها بمزاجه، طالما بمزاجه يا باشا خلاص. يبدأ بالتراضي، بالتراضي، وبين البيع والشاري يفتح الله، والشاطره تغزل برجل حمار، بس برجل حمار. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الفصال بشكل عام كده، ملخص سريع، الست المصريه شاطره في الفصال 100 100، ناصحه زي الفل. الفصال مش مقتصر على طبقه اجتماعيه، لا، فاصل. طالما حقك في الفصال، وطالما انت بتشتري حاجه صناعه يدويه في سوق حر، فمن حقك ان انت تفاصل، واحنا كمان محتاجين فاصل. بس ممكن اقول قبل الفاصل، قبل الفاصل، ستات فاصلوا، اشتروا من الاماكن اللي فيها سعر توفروا بيه، انتوا طول عمركم قادرين، حافظوا على ميزانيه بيتكم، وحتى كمان يعني ما تقدري توفري فلوس تقدري تعملي بيها حاجات كتير. استمر، يلا بينا فاصل ونرجع مع اسماء هتكمل معاكم يا حدوث في مصر، ونكمل فقرات نهار جديد. خليكم معانا، يا صباح الفل عليكم، ورجعنا لكم تاني نكمل يا حدوث في مصر. يعني بعد ما خلصنا بقى يعني بدايه الحلقه واللي احنا كنا دايما بنتكلم فيها عن جدعنه الست المصريه، شطارتها، الفصال في حدود المتاح، بس ما نبقاش بنتشطر برضو على البياع الغلبان، ولما نروح مكان تاني نقول يعني لا 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 انا ما اقدرش افاصل هنا. احنا لازم ندور على السعر المناسب لينا، على السعر اللي يوفر لينا، ولو اكيد لقيتي امكانيه للفصال هتوفر لك فصل.
تعالوا بقى نشوف مصر باذن الله هيحصل فيها ايه النهارده. النهارده هتستأنف محكمه جنايات القاهره المنعقده بمحكمه جنوب القاهره، دي نظر هيبقى المفروض عندنا فيها عفوا نظر قرار منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم، بينهم بقى الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت وأسرتهم وبهية الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع على خلفية التحقيقات اللي بتجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد عن 1.5 مليون دولار. النهاردة كمان هيزور وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني محافظ البحر الأحمر لوضع حجر الأساس في مدرسة على الطراز الياباني. احنا طبعا عارفين انه يعني من قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان وكمان بعد الزيارة ان في بروتوكولات تعاون كتير جدا تم توقيعها ما بين مصر واليابان وايضا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي علشان يتم بقى فتح كمان مدارس على الطراز الياباني، ودي من ضمن مجموعة المدارس اللي هيتم فتحها بإذن الله على مدار الفترات القادمة. كمان النهاردة نقابة المهندسين المصرية هتنظم ندوة بعنوان استعادة دور مصر في أفريقيا واللي بتقيمها لجنة أفريقيا، وهيتحدث فيها الخبير حلمي شعراوي وهيعقب عليه الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. نروح لمديرية الشباب والرياضة بالأليوبية اللي هيبدأوا النهاردة في تنفيذ برنامج الفنون التراثية، وده تحت شعار أنا إنسان أنا منتج للطلائع، ويستمر البرنامج حتى الأول من سبتمبر القادم، وده هيكون يوم الأحد والثلاث والخميس من كل أسبوع بمركز شباب الدريج التابع لإدارة شباب كفر الشيخ وبمشاركة 300 يعني طليع بقى من أعضاء المركز اللي هو الطلائع أنا إنسان أنا منتج. الحقيقة شعار جميل جدا نتمنى انه باذن الله يتحول الى حقيقه. محافظه القاهره النهارده هتعمل حمله امنيه مكبره جدا بالتعاون مع القوات المسلحه والشرطه وجميع الاجهزه التنفيذيه، وده على يعني جميع احياء المحافظه لازاله بقى الاشغالات الباعة جائلين اصحاب المحلات المخالفه، وطبعا ده بعد ما حصل شكل وتطوير لمحافظه القاهره ابتدينا نلاقي ان البائعين الجائلين ابتدوا يرجعوا تاني، وابتدينا نلاقي انه الاماكن اللي تم تجميلها ورفضوا طبعا يروحوا الاسواق اللي كانت طبعا منها سوق الترجمان اللي تم اعداده ليهم، لكن احنا بنقول النهارده هيحصل في حملات، فبنتمنى ان جميع الباعه الجائلين يلتزموا بالقرارات ويتوجهوا للاماكن اللي هم المفروض يكونوا متواجدين فيها. كمان النهارده مركز ثروه عكاشه الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسه المخرج احمد عواد هيكمل نشاطه وعروضه السينمائيه تحت اشراف السيناريست مجدي الشحري، وده بعرض الفيلم الروائي التونسي ما نمتوش، وده هيكون الساعه 7. البنك المركزي هيطرح النهارده نيابه عن وزاره الماليه سندات خزانه حكوميه بقيمه تبلغ 3 مليار جنيه، وتبلغ قيمه الطرح الاول 2.5 مليار جنيه لاجل 5 سنوات، وده هتبلغ قيمه الطرح الثاني 500 مليون جنيه لاجل 10 سنوات. النهارده كمان هيسلم المحافظ اللواء محمود العشماوي منزل وقطعه ارض دي بمساحه 7 فدان لكل خريج ل 130 شاب ومنتفع، مبروك عليهم يستلموهم يا رب بسلامه ويعمروهم باذن الله. نروح بقى لبيت السيناريو الاثري التابع لمكتبه الاسكندريه، لان هم النهارده يعني هم بينظموا برنامج اغسطس الثاني، وده برنامج مهم جدا لانه من ضمن الورش الصيفيه للاطفال والنشا، وده هيكون في تمام الساعه 10 الصبح. المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع شركة نوف إكسبو الكويتية دي هتعمل مؤتمر صحفي عشان ينطلق المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة الطريق إلى التنمية المستدامة. المقرر عقده ده طبعا هيكون برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرعاية الوزير المهندس ياسر القاضي، وده هيكون في شهر سبتمبر 2016 إن شاء الله بإذن الله في مدينة السلام شرم الشيخ في نهاية العام الحالي. مركز دال بقى للابحاث والانتاج الاعلامي التابع لمؤسسه مأمون بلا حدود هيكمل فعاليات نادي دال للكتاب، وده هيكون النهارده الساعه 6 مساء اليوم بمقر الابحاث بجاردن سيتي.
كمان محافظة جنوب سيناء عندهم النهاردة حملة مهمة جدا، ودي طبعا كان فيه شكاوي كتير قوي وصلت من سيناء على مدار الأيام اللي فاتت تتعلق بالنظافة. النهاردة في حملة نظافة في مختلف مدن المحافظة تحت شعار حلوة يا بلدي. نتمنى أنه أبناء يعني محافظة جنوب سيناء وسكانها يشاركوا فيها وكمان يساعدوا أنه تستمر هذه الحملة على طول. النهاردة هيحيي فريق فؤاد منيب حفلة على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساء. فرقة يوتيوبا دي هتعمل مسرحية بقى نوبة صحيان، دي هتكون النهاردة الساعة 7:30 وهتكون في ساقة الصاوي على مسرح الحكمة. وسلسلة أتيليه هتقيم برضو في الساقية وجولة في عالم الرسم والنحت هيكون في قاعة الكلمة النهاردة الساعة 7 مساء في الساقية. نروح بقى لعشاق الساحرة المستديرة والكورة، يعني اللي بنتمنى كده بإذن الله الأحوال القروية في مصر تستقر على خير. النهاردة هيواجه الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك يعني الساعة النهاردة 8:30 نادي إنيمبا النيجيري، وده في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في استاد بوترو سبورت. وإحنا عايزين يعني طبعا نتمنى يعني التوفيق طبعا أكيد للنادي المصري نادي الزمالك، وطبعا أي نادي بيلعب باسم مصر، أي لاعب في أي رياضة في أي مكان إحنا بنتمنى للتوفيق يا رب. تعالوا بقى زي ما شفنا مصر النهاردة يحصل فيها إيه بإذن الله، نتمنى يحصل في مصر كل خير. تعالوا نروح لزميلنا كريم الشيخ نطمن منه على الحالة المرية في مصر النهاردة. صباح الفل عليك يا كريم. صباح النور يا اسماء. يعني بطبيعه الحال النهارده يوم الاثنين بيبقى معروف يعني من وسط ايام الاسبوع انه هو بدايه الاسبوع، وبطبيعه الحال بيبقى الاكثر زحاما. يعني عاوزين نعرف هل فعلا المعلومه دي صحيحه النهارده على ارض الواقع ولا لا. بنرحب بالرائد مجدي حشيش المشرف على غرفه العمليات المركزيه بالاداره العامه لمرور القاهره الكبرى. برحب بحضرتك يا فندم، وعاوزين حضرتك تكلمنا عن الحاله المريه دلوقتي. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. احنا فعلا كما زي حضرتك اشرت موجودين فتره الذروه الصباحيه، ولكن بحمد الله الامور تسير بشكل جيد جدا على كل المحاور داخل مدينه القاهره. يمكن بعض الملاحظ البسيطه جدا او تجميع في الميادين الهامه والاشارات الكبرى، وايضا في بعض الاحجام المتوسطه اعلى كوبري اكتوبر خاصه منطقه الوسط المعلقه ومنطقه اعلى الماليه في الاتجاهين، في بعض الاحجام المريه المتوسطه، ولكن الامور الحمد لله تسير بشكل جيد جدا بدون اي حوادث او اعطال. يمكن يتعلق بالطرق السريعه، هل في اي كثافات مريه او حوادث على طريق سواء اسكندريه الزراعي او اسكندريه الصحراوي او حتى طريق الصعيد؟ خلينا نكمل حضرتك يعني في 30 ثانيه داخل مدينه القاهره. يمكن الملحوظه الاخرى امام الجهاز المركزي للمحاسبات في شارع صلاح سالم في بعض البطء في الحركه، ده طبيعي جدا في هذا التوقيت نظرا لتوافد الكثير من المواطنين والعاملين على منطقه الاجهزه في هذا المكان. على ذلك الامور داخل مدينه القاهره بتسير بشكل جيد جدا. خارج مدينه القاهره الامور طبيعيه ايضا على كل المحاور. عندنا ملحوظتين، ده خارج مدينه القاهره في الطرق المؤديه لمدينه القاهره، طريق الاسماعيليه في اتجاه القادم من القاهره اتجاه الاسماعيليه امام المركز الطبي العالمي، كان عندنا بلاغ بكسر ماسوره مياه رئيسيه في هذا المكان. تم التنسيق مع حي الشروق ومرفق مياه الشروق، تم سحب وغلق مرفق مصدر المياه، تم شفط جميع المياه الموجوده امام المركز الطبي العالمي عدا يعني مسافات بسيطه جدا بيتم الانتهاء منها الان. الملحوظه الاخرى على طريق الزراعي القادم من مناطق الوجه البحري اتجاه مدينه القاهره في بعض الاحجام المريه المرتفعه ببدايه قصر من بدايه من كوبري اليوب وحتى اسفل الدائري. هذه المنطقه عاده ما بتشهد معانا احجام مريه مرتفعه في هذا التوقيت، بتستمر معانا وحتى الساعه 9 صباحا. دي امور طبيعيه جدا بدون حوادث او اعطال، هي فقط لكثره الاحجام المريه الوافده من مناطق الوجه البحري اتجاه مدينه القاهره. يمكن على طريق الدائري جميعه الامور بتسير بشكل طبيعي جدا، حتى في مناطق الاعمال اعلى الوراق واعلى المروطيه تم رفع هذه الاعمال الساعه 6 صباحا، والامور في هذه الاماكن بتسير بشكل طبيعي جدا حتى الان. بشكر حضرتك الرائد مجدي حشيش المشرف على غرفه العمليات المركزيه بالاداره العامه لمرور القاهره الكبرى. اعود اليك مره اخرى في الاستوديو اسماء. كل الشكر طبعا لزميلنا كريم الشيخ من الاداره العامه للمرور، وشكر موصول ايضا لضباط وافراد الاداره العامه للمرور. طبعا توصلوا يا رب كلكم بالف سلامه، ونخلي بالنا من الملاحظات طبعا المروريه، يعني
خلي بالنا. طيب انا بس عايزه اقول كانت في ناس امبارح بعتت لنا على الحلقه امبارح اللي احنا كنا اتكلمنا فيها والحلم الاخواني المريع اللي بتستعيده تاني يعني هذه الجماعه الارهابيه في محاولات كتير قوي منهم. امبارح برضو كان من اللافت للنظر ان جريده اليوم السابع امبارح موقع اليوم السابع كمان نشر تويته للارهابي طبعا الهارب احمد المغير وهو بيقول مين قال لكم طبعا يا ريت يا علي تجهزها لنا مين قال لكم ان اعتصام رابعه ما كانش مسلح؟ لا طبعا الاعتصام كان مسلح وكان عندنا اسلحه كتير قوي تقدر تواجه الداخليه والشرطه، لكن على ما يبدو ان احد الاخوان هناك قال لهم انه يعني او يمكن تعاون بشكل ما فقدروا يخرجوا جزء من هذه يعني اللي هي كانت كبيره جدا اللي هو زي ما قال عليها كلانشكوف وحاجات كده، وده على لسان احمد المغير وده يعني تناقلته او تناقله موقع اليوم السابع. هحضر لكم التويته دي بس يعني لو ما اسعفناش الوقت، وانتوا تقدروا كمان تدخلوا على موقع اليوم السابع تشوفوا احمد المغير وهو بيقول مين قال لكم ان الاعتصام ما كانش مسلح؟ لا كان مسلح وكان عندنا كلانشيكوف ومش عارفه ايه وكان بيتباهى بمدى التسليح اللي كان موجود في رابعه الجزيره بتاعت عليهم بتقول كانوا جرحى، يا ريتهم بتحط تويتت احمد المغير في الفيلم بتاع كانوا جرحى. طيب خلينا نروح للموجز اللي على رأس كل ساعة مع زميلتنا آية عبد الرحمن، وبعد الموجز هنكمل معاكم نهار جديد. هيبقى معانا فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها عن ولادنا، هل احنا محتاجين ان يبقى في برنامج تأهيل للأطفال وللطلاب في سن المراهقة؟ هنشوف المبادرة اللي عملتها الهيئة العربية للتصنيع علم ابنك حرفة. بس نروح دلوقتي لآية. صباح الفل عليك يا آية. صباح الخير.